لماذا كل المسيحيين يريدون تمشي روح برا؟ لأن هنا في العراق صعب الموضوع، صعب الحياة، ماكو شغل، في شغل، في مشاكل في شوارع، في خوف بين المسيحيين. The corruption, it's not a policy of the government for discrimination, but the monopolizing and abusing power for their own pocket and for their own party sometimes, or sect. الأمن ضعيف جدا كان وماكو فد حماية إنه بحيث إنه هواية هاجروا من العراق لهذا السبب. قتل دائما نسمع بين فترة وفترة استهدافهم. حالة خاصة، أنا زوجي يشتغل كان منظمة إنسانية الصليب الأحمر، وخلال فترة عمله بيروح وبيجي من المطار يعني، فلاحقته سيارة مجهولة وضربته برصاص يعني عن القلب 4 أصابع. فعلى هالحادث هذا ظل سنة بالبيت ما بيقدر يروح ويجي يتعالج. فمن خلال هالشي هذا صار الدائرة قررت بأنه تنقلنا إحنا العمان يعني، لأن خوفا عليه وعلى أولادي من الخطف والسلب والقتل. حاليا بالوقت الحاضر مستحيل، مستحيل يعني، لأن صعب صعب. بالرغم من بيقول الوضع تحسن، بس إحنا كمسيحيين لا، ما في أمان لنا أبدا. There is prevalent violence, human rights violations, and persecution of people for different reasons, for religious reasons, for political reasons, and so on. So Christians, as well as other ethnic and religious minorities, are at a particular risk in Iraq.